أيها الخدم، أعدوا كأساً من عصير التمر على الثلج، وقدموه مع صحن من الخبز المعسول والرمان، ثم حضروا أملاح الاستحمام، فأنا منهكة تماماً. الجنة حيث تجدينها. لا يزال ذلك العجوز الأحمق يعبث بقرصه القديم ومرضاه العاجزين. هراء! طبعاً سيدتي، الإجابات الحقيقية توجد في الكتب، دائماً في الكتب. ألست محقة؟ دائماً سيدتي. عند الانتهاء من ترجمة ذلك الكتاب سنرى حينها من الرئيس الحقيقي للتنظيم. كما تشائين سيدتي. أولئك القوم ليقطعوا كل تلك المسافة إلى البلدة. ما الذي وجد عن جنوبه؟ أرأيت ذلك؟ مرة أخرى سمعت كل هذا من قبل. أنا عليك زهرة أن من شأن ذلك الكتاب الغريب تسيير عملهم العظيم. من حسن الحظ أن حنين لم يستطع تبقى. علي البحث عن أدلة أخرى في العباسية.
بالحركة والقياس في وقت واحد عن طريق الساعات المائية. لن تفي المزاول بالغرض، نحتاج إلى الاستفادة من أداة الكمال الملاحية والفنيين المدربين. ما الذي يجري؟ أهلا ومرحبا. أثق بأنك لم تكن تتكاسل. ألقي نظرة. أرأيت ما يكفي؟ أود الاستفادة من حكمتك لحظة. تفضل. لا شيء آخر؟ شكراً لمشاركة عطاياك. إلى اللقاء. استغاثة من مرجانة، ابنة علي بابا، تاجر فاحش الثراء. ما الذي قد ترغب فيه ابنة تاجر مشهور؟ مكتوب أن أقابلها خارج بوابات بغداد. من فضلك تفضل. ماذا تعرف عن أحمد بن إنه ما لمك ماذا ما هو المهم في العباسية؟ يعد هذا الحي قلب المعرفة في بغداد، كل معارف العالم يمكن العثور عليها هنا.
أي أماكن أساسية للتحري فيها؟ احرص. أتذكر المرصد. وأخيراً إذ بعد لي أتريد أن حدثني شكراً يا إنهم يبحثون عنك. لو سمحت لن تندم على ذلك. ويسمون هذا فنا. يا لها من حياة. صحيح أنت تلقى أكبر بأقل من ذلك. أرجوك هذا يكدر نفسي. قرب الدردة الشهر الماضي حين خرج. كنا محاصرين في كمين. ماذا ترى يا إيكيدو؟
الفلكية الجديدة. سيكون الانسجام مجددا هذا العام. أتستهزئين؟ لا بد أن تكون السوق متزنة. أي تاجر محترم يعرف ذلك. إذا رأى والدي هذا. مرجانة؟ ابنة علي بابا؟ من يسأل؟ نادني باسم. لقد تلقينا رسالتك في المقر. آه، المستترون. أجل، لو انتظرت فترة أطول لانبعثت العنقاء من رمادها. لندع الثرثرة، تعال، الوقت يجري وعلينا الإسراع كذلك. مهلاً، إلى أين سنذهب؟ للعثور على والدي. سأتبعك. جهزت الجياد. كيف عثرت علينا؟ يسمع المرء كل شيء في بغداد، خاصة عندما يعرف والده كل تجار المدينة. علي بابا، ذكرت في رسالتك أنه في خطر. بلا شك. أسمعت عن 40 لصا؟ قطاع الطرق سيئو السمع، الذين يقودهم ملك اللصوص، يقال إنه يحمل سيفاً مشتعلاً. لم يكف الصبيان الذين نشأت معهم عن الكلام عنه. ظننت أنها أسطورة، حكاية تروى للأطفال. تورط والدي معهم. رغم كونهم لصوصاً فإنهم ماهرون في التجارة على نحو مدهش. أكان والدك يلتقي بهم في منطقتهم؟ فكرة بالغة السوء. أخبرته 1000 مرة ألا يتعامل مع اللصوص ومن على شاكلتهم، لكن دون جدوى. انظر الآن إلى ما آل إليه الأمر. أنا أتعاون مع المستترين لأتأكد من سلامته. تحبين والدك جداً لاستخدامك مستتراً لحراسته. إننا نسافر معاً، وأنا من يحمي قوافله. تقع على كاهلي مسؤولية سلامته، وللابنة أن تقلق. لا يمكن الاستهانة بهؤلاء اللصوص. وجودك احتياطي إذا ما احتجت إلى المساعدة. الخطة بسيطة، سنراقب من بعيد، وإذا حدث أي شيء فاتبع خطاي. لقد اقتربنا. أوه لا، تفاحة، فرس أبي. لعنكم الله، سأمزقهم إربا وألقيهم للفئران. مهلا يا مرجانة، لا نعلم ما حدث بعد. أرى والدي هناك. علينا النزول إلى هناك الآن. ماذا حدث للمراقبة من بعيد؟ انتهى وقت المراقبة. حياة أبي في خطر. سوف... لا، انتظري، سأقضي عليهم بهدوء. إننا عندهم الآن، من المهم توخي الحذر. حسناً، أرني كيف تقوم بالأمر. لكن لست ممن يضيعون الوقت. يعجبني ذلك. كان بيننا اتفاق، لقد قطعتم معي عهدا. ألا يعلم أنه لا يمكن التعامل مع الرسول؟ مهلا، رويدك. نحن مستعدون بالقطع. سنكون مستعدين إذا نحتاج إلينا. مهلا. انتباه،
ثمة شخص نزل بغير منزله. رويدك، سأسلخك حين أجدك. ماذا؟ أنا هذا؟ ذلك ما تدعوه مصيبة الموت. أيها مرجانة. نعم أنا هنا. أدعو الله أن يدخله الجنة. شكرا لك. لا أعتقد أن ذلك آخر درس، لابد أن هناك المزيد. يجب أن نغادر. أجل. سيدفن أبي وتكرم ذكراه كما ينبغي. قابلني عند منزلي بجوار البازار، سأدفع لك نظير خدماتك هناك. أيها الكلب.
هذه الأملاك تتسع لمئة من الجياد والجمال. لم أعلم أن التجارة مع اللصوص قد تكون مثمرة. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. إنك نعم الابنة. لم أكن الفتاة التي تمناها. أردت أن أرى العالم وألبي نداء الترحال. يطربني صليل السيوف وقلبي متعلق بالنزال. شخص يستمتع بالحياة البسيطة الدبلوماسية كانت ستناسبه أكثر مني. رغم ذلك أحبني بالقدر نفسه. الأمر الوحيد الذي اختلفنا عليه كان تجارته مع الأربعين للصن. يصعب أحياناً مقاومة إغراء النقود، خاصة عندما يعتاد المرء أسلوب حياة معين. ظننت ذلك أيضاً، لكن ذلك لم يكن السبب الوحيد. انظر، عثرت على رسومات وملاحظات بين مقتنياته. إنهم يتحدثون عن مغارة عجيبة مليئة بالنقود والجواهر. كتب عن تلبية رغبتي في رؤية العالم. كان الأربعون للصن مفتاح هذه المغارة بطريقة ما. كان لا يزال هناك الكثير مما أجهله عن والدي. كان بإمكاني مساعدته أو وضع خطة. نخفي الأسرار أحياناً، خاصة عن أحب الناس إلينا. علامة اللصوص، ما زالوا أحياء. يعني هذا أنك مستهدفة منذ فترة. الآن يعرفون مكانك وسيأتي المزيد حتى تلقي حتفك. ألا يكفيهم قتل أبي؟ لنربكهم. إذا وضعنا علامات على المنازل الأخرى سأتمكن من التصدي للصوص قبل إزهاق المزيد من الأرواح. لن أدعهم يمسون جثمان أبي. سأذهب. لا أرغب في تعريض أبرياء للخطر. وضع علامات على منازل فارغة سيضلله. علامة إضافية. علي أن أسرع. قد يظهر اللصوص في أي لحظة. الأخيرة. سيحيرهم هذا. سأنتظر في مكان مرتفع. أيها الأبرياء،
أبلغ اللعين كف عن ذلك. سيصل اللصوص قريبا. سيقتلنا الملك إذا لم ننهي المهمة. حيلة! إنهم يحاولون خداعنا. لم يكن شيئا. قف مكانك. الحراسة. موت. نحن دائما. هيا واجهني. كمان نادي. وجدتك. لن تهرب. هيا واجهني. آمل أن تكون مرجانة بخير.
ما مشكلته؟ أتظن ذلك مضحكا؟ لا يجب أن يكون هذا صعبا. صعب لمن؟ ألقي سيفك. حاول إجباري. في الوقت المناسب تماما. شعر عن التجار الأمناء. لابد أن هذا يذكر مرجانة بوالدها علي بابا العظيم. شكرا لك، تحركوا كثيرا وأنهكوا قواي. جراحك خطيرة. لدينا اعتبارات أهم. سمعت كلامهم قبل أن يعثروا علي. ملك اللصوص هو من أمر بقتل والدي، هو أمر الآن بقتلي. ماذا يريد منك؟ يعرف أن لدي علما بكهفهم، ولم تنتهي مهمتهم بعد قتل والدي لأني لا أزال على قيد الحياة. يعلم أنه لن ينعم بلحظة سلام وأنا حية، ولن أنعم بالسلام أيضاً ما دام هو حياً. دم والدي معلق في رقبتي. إذن علينا مطاردته أولاً. لا، لن أطلب منك المزيد. ما زال علي أن أعطيك أجرك. لا أحب أن أترك مهمة دون إنهائها. يمكننا التحدث عن الأجر بعدما ننتهي. سأذهب معك. لا، دعيني أمضي قدما. ادفني والدك ثم ابحثي عني. مهلا، عثرت على هذه بين أغراض والدي. افتح يا سمسم. كلمة السر يمكن أن تكون مفتاحا لما أراد والدي العثور عليه. مخبأهم الحقيقي المغارة. شكراً أيها المستتر، سأقابلك هناك. حان وقت نزولك عن العرش يا ملك اللصوص، سأعثر عليك. اذهب يا مستتر، سأعثر عليك. ما أن أتعافى. لا أريد المشاركة في هذا.